السلام عليكم ولتكونوا في خير حال. يعني هناك ملحوظة بسيطة جدا نريد أن أخبركم بها، وأن هذا الشيء الذي قمنا بصناعته ليس جاهز بعد الاستعمال، يعني الاستعمال تقوم باستعماله في حياتك اليومية وهذه الأشياء. هو يعني هناك تنقص بعض الأشياء سوف نقوم إن شاء الله في عملها في أقرب وقت. أمن منكم وأيضا إذا قمت يعني بتجربة هذا الشيء الذي صنعناه وقمت محاولة صنعه كونوا يعني حذرين عند استعماله. وشكرا لكم جزيلا أصدقائي، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.